من السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين إلى أن يقول وفديناه بذبح عظيم. الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان عن غيره من الموجودات بالعقل. سائر الموجودات كالحيوانات والنباتات لا عقل لها، لكن الإنسان الله سبحانه وتعالى حباه بالعقل، وبهذا العقل يثيب ويعاقب. وقد ورد في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك بك أثيب وبك أعاقب. الإنسان إذا يثاب يثاب بعقله، وإذا يعاقب يعاقب بعقله. فالذي لا عقل له كالحيوانات أو كالإنسان المبتلى بالجنون، هذا لا يثاب ولا يعاقب لأنه لا عقل له. ووظيفة الأنبياء كما ذكرها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ليثيروا لهم دفائن العقول. العقل موجود، لكن هذا العقل قد يدفن تحت تأثير العادات، ما فعله الآباء. الأنبياء جاءوا ليثيروا هذه الدفينة، ليثيروا لهم دفائن العقول. فالعقل كالمصباح كالنور، الإنسان يرى بهذا العقل الصحيح ويرى بهذا العقل الشيء السقيم غير الصحيح. يرى بالعقل، العقل كالمصباح، كما أن الإنسان إذا دخل في غرفة مظلمة لا يرى شيئاً، قد يصيب الجدار، أو إذا مشى في ظلمة قد هذا الإنسان يسقط في بئر أو في حفرة. لماذا؟ لأن هناك ظلام.
إذا هذا الإنسان كان معه مصباح، هذا المصباح ينير له الدرب، يرى أمامه، يرى أنها هنا بئرا أو أنها هنا حفرة، فيبتعد عنهما لكي لا يسقط. فمثل العقل كمثل المصباح ينير للإنسان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشبه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بالمصباح: إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. مصباح هدى يعني هو الذي ينير لنا الطريق لنرى الصحيح من السقيم. هناك حكومات تتوالى، أناس يستلمون السلطة، هناك أشخاص يدعون الدين، يدعون الإيمان، كيف نكتشف أن هؤلاء ادعاءهم صحيح أو أن هؤلاء ادعاءهم سقيم؟ الله سبحانه وتعالى جعل لنا مصابيح: العقل والأنبياء والأئمة. ومن أقوى تلك المصابيح الحسين عليه الصلاة والسلام. الرسول وأهل بيته كلهم مصابيح الهدى، والإمام الصادق يقول: كلنا سفن النجاة. ولكن مصباح الإمام الحسين أضوى وسفينته أسرع، لأنه الإنسان حينما جعل المقياس هو يكتشف أن هذا الشخص هل هو سائر على طريق الإمام الحسين أو هو ليس بسائر على تلك الطريقة. إذا الإنسان رأى أن أعماله تنطبق مع أعمال وأهداف الإمام الحسين يراه صحيحا، أما إذا رأى أن أعماله تخالف طريقة الحسين عليه الصلاة والسلام يعلم أنه مدع، أنه كاذب. فالعقل مصباح، الحسين مصباح، الأنبياء والأئمة مصابيح. الله سبحانه وتعالى من لطفه جعل هذه المصابيح لنا لتنير لنا الدرب الذي نسير فيه. من جهة أخرى، الله جعل في الإنسان مجموعة من الميول، مجموعة من الغرائز. هذه الميول وهذه الغرائز جعلت لخير الإنسان فقط، لأنه كما يقول العلماء: إن الله سبحانه وتعالى لا يخلق إلا الخير. الله يخلق الخير فقط. من أين يأتي الشر؟ يأتي الشر من الناس حينما يحورون هذا الخير عن طريقه. الله لا يخلق إلا الخير المطلق، فجميع الميول والغرائز التي جعلت في الإنسان إنما جعلت لصالحه. مثلا الغضب، هذا الشيء خلقه الله في الإنسان. لماذا؟ لأنه الإنسان يحتاج إلى الغضب ليدافع عن الحق. الإنسان إذا لا يغضب لا يدافع عن الحق. كذلك الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان غريزة الجوع. لماذا الإنسان يجوع؟ مثال في النفس ومثال في الجسم. لأن الإنسان إذا لم يأكل الطعام يموت، فجعلت هذه الغريزة في الإنسان لكي يحس بالجوع ويذهب ويأكل لتستمر حياته. وهكذا جميع الصفات النفسية أو الجسمية جعلها الله لخير الإنسان. لكن الشر من أين يبدأ؟ يبدأ من وقت الإنسان يخرج عن حده،
يغضب غضبا هائجا وهائما لا يعلم ما يصنع، يفعل أفعال ثم يتندم، أو يأكل ويأكل ويأكل على الشبع وأكثر من حاجة جسمه فيتمرض. الجوع نعمة للإنسان، لكن الإنسان ينبغي عليه أن يراعي الحد، إذا تجاوز الحد انقلب إلى الضد، كما يقول العلماء الشيء إذا تجاوز عن حده انقلب إلى ضده، الشيء إذا تجاوز من حده ينقلب إلى ضد ذلك الشيء. مثال آخر، الإنسان في طريق يسير، هذه السيارة التي يسير فيها نفرض أن مدى سرعتها 200 كيلومتر في الساعة، إذا كان هناك طريقا وهذا الطريق كان فيه اعوجاج، كانت هناك علائم من المرور أنه ينبغي عليك أن تراعي السرعة، لا يجوز لك أن تسرع أكثر من 30 كيلومتر في الساعة. إذا الإنسان تجاوز هذا الحد، مشى بهذه السيارة على مداها 200 كيلومتر في الساعة، سوف يصطدم باحتمال أقوى. هل هذه السرعة التي جعلت في السيارة كان خطأ؟ لم يكن خطأ، وإنما الخطأ من أين نشأ؟ نشأ الخطأ من سوء الاستعمال، من الإفراط، من التفريط. فكل الغرائز والميول التي جعلت في الإنسان سواء كانت جسمية أو نفسية جعلت لمصلحة الإنسان، ينبغي على الإنسان أن لا يتعدى حدوده، لا يذهب أكثر من اللازم ولا أقل من اللازم. ما هو الشيء الذي يبين الميزان للإنسان؟ الشيء الذي يبين أنه ينبغي عليك في هذا المكان لا تسرع، في هذا المكان لا تبطئ، من الشيء الذي أو ما هو الشيء الذي يبين للإنسان؟ الجواب العقل، ثم الأنبياء والرسل. العقل الذي جعل في الإنسان يبين للإنسان الحد، هذا هو مكان الغضب بهذا المقدار، هذا هو مكان الخوف بهذا المقدار، هذا هو مكان الشجاعة بهذا المقدار. إذا أكثر من نصار أو أقل من نصار يكون في ضررك. فالعقل هو الذي يبين الميزان للإنسان، ولهذا من الصفات الموجودة من الفضائل الحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة وضع الشيء في موضعه، إذا الشيء لم يوضع في موضعه هذا خلاف الحكمة. الحكمة من العقل، العقل يأمر الإنسان بالحكمة أن تضع الشيء في موضعه، لا يتجاوز حده ولا ينقص عن حده. هذه الحكمة لها فروع، لها مصاديق مختلفة وأمور مختلفة. من تلك الأمور الحلم. ما هو الحلم؟ الحلم هو الصبر على جهل الجاهل وحفظ النفس عن جهل الجاهل، لأنه إحنا عندنا سعة الصدر وعندنا كظم الغيظ وعندنا الحلم، وهكذا سائر صفات مربوطة بهذا الأمر، بينها فرق. كظم الغيظ، الإنسان غضب أصيب بغيظ يكظم غيظه، وقد يكون هذا كظم الغيظ مقابل الجاهل، هذا يسمى حلما. إذا كان كظم الغيظ مقابل الجاهل
هذا حلم، لأنه كثير من الأحيان الإنسان يصاب بحالة، قد واحد يأتي ويشتم هذا الإنسان، واحد يأتي ويفعل فعلا مخالفا للشرع أو العقل مقابل الإنسان، فبطبيعة الحال الإنسان يتور يغضب. مرة لا يمسك أمام غضبه، الغضب يسير به إلى ما لا يحمد عقباه، لكن العقل وكذلك الشرع ماذا يقولان؟ يقولان تحلم، اتصف بصفة الحلم، أول اضبط نفسك حتى لا تنساق أمام العاطفة أو أمام هذه الصفة، ثم انظر بعد أن حلمت، بعد أن حلمت انظر ما هو الذي يجب عليك أن تفعل. إذا واحد شتمني أنا أصاب بغضب، مرة فجأة أجيبه، بعد ذلك أتندم أقول لماذا فعلت هذا الفعل، ولكن إذا كظمت غيظي ومقابل هذا الجاهل حلمت، استعملت الحلم، في هذه الصورة أبدأ أفكر، أحكم العقل، أنير هذا المصباح. حينما واحد يشتمني كأنه في ظلمة، إذا أريد أن أتحرك لعلي أصطدم، لكن أنتظر أتروى، أنير هذا المصباح، أحكم عقلي لكي أفكر بأنه ماذا يجب علي أن أفعل. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حينما ضرب عمرو بن عبد داود في غزوة الخندق جلس على صدره ليقطع رأسه، فبصق عمرو في وجه أمير المؤمنين وشتمه. هنا طبيعي الإنسان إذا بصق في وجهه وشتم، لأن الإمام قال بصق في وجهي وشتم أمي، ففي هذه الصورة الإنسان يصاب بغضب. الإمام قام، أراد أن يكون فعله لوجه الله سبحانه وتعالى، فقام بعد لحظات حينما هدى عنه الغضب وهدى روعه، نفذ حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الشخص الذي جاء لقتال الإسلام. فالإنسان إذا تروى وفكر يصل إلى النتيجة، تعملت في القرآن في مواضع متعددة وفي مواضع كثيرة، أكثر من 10 من المواضع. هذه الكلمة استعملت في الله سبحانه وتعالى، لأن الله حليم والله غفور عليم وهكذا، ولكن في موردين استعملت في الناس، في إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وفي إسماعيل فبشرناه بغلام حليم، إسماعيل كان حليما، إبراهيم كان حليما، فهذه الصفة التي هي من صفات الله سبحانه وتعالى، ولنا في الحديث يقول تخلقوا بأخلاق الله، الحلم من صفات الله، وكذلك أيضا قد تكون من صفات الناس. نحن ينبغي علينا أن نرى صفات الله سبحانه وتعالى ونتخلق بتلك الصفات، طبعا يستثنى من ذلك الصفات المخصوصة بالذات المقدسة، مثل المتكبر اللي هي من صفات الله، لكن هذه صفة مخصوصة بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز للإنسان أو لا يصح للإنسان أن يكون متكبرا. وكذلك الجبار من الصفات المختصة بالله سبحانه وتعالى، غير هذه الصفات المختصة سائر الصفات ينبغي للإنسان أن يتخلق بأخلاق الله. صفة حليم من أخلاق الله، وكذلك الأنبياء والأئمة وبعض الصلحاء تخلقوا بأخلاق الله، ومن أجل تلك المصادر كان إبراهيم
إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، هذا طفل رزقه إبراهيم بعد سنوات طويلة، كان عجوز، زوجته كانت عجوزة، الله سبحانه وتعالى بشره بهذا الغلام. هذا الغلام الإنسان بعد الكبر عمره أكثر من 70 سنة يرزق بهذا الغلام، وأول أولاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان هو إسماعيل، يبشر بهذا الغلام. ثم هذا الغلام يكبر في ريعان شبابه، يؤمر إبراهيم بذبح هذا الغلام. هذا بالنسبة إلى إبراهيم صعب جدا، وبالنسبة إلى هذا الغلام أيضا صعب، يقتل. ماذا كان جوابه لأبيه؟ كان جوابه لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر، أمروك بأن تذبحني فيجب عليك أن تنفذ هذا الأمر. يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. استعمل كلمة إن شاء الله لأن كل صفة من صفات الخير بإذن من الله سبحانه وتعالى، ومربوط بالله سبحانه وتعالى. الإنسان في المواقف الصعبة ينبغي أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، حتى أنه في بعض الروايات مرر السكين على حنجرته، لكن الله ما كان يريد أن يقتل هذا الطفل، هذا الغلام، وإنما كان يريد أن يختبر إبراهيم وإسماعيل لكي يجعله للناس إماما. الله سبحانه وتعالى امتحنه كما يمتحن سائر الناس، كذلك يمتحن الأنبياء أيضا. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. نحن لم نكن نقصد أن يقتل هذا الغلام، كنا نقصد اختبارك. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، اختبره ثم جعله إماما للناس. فقد صدقت الرؤيا، خلص هذا الشيء اللي أردناه منك نفذته. وبعد ذلك فداه بذبح عظيم. ما هو الذبح العظيم؟ في تفسير الآية: نزل كبش، يعني خروف سمين، من السماء إلى إبراهيم فذبح هذا الخروف. في منى كان هذا الأمر، ولهذا من الواجبات في الحج الأضحية في يوم 10 أو 11 أو 12 من ذي الحجة، الإنسان الحاج في منى يذبح أضحية. هذا تفسير الآية، ولكن وردت هناك روايات في تأويل الآية أن هذا الذبح العظيم كان الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. الله بقى إسماعيل لكي يجعل من ذريته الأنبياء، لكي يجعل من ذريته الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة، وفداه بهذا الذبح العظيم. طبعا الفرق بين الذبح والذبح: الذبح مصدر، الذبح الشخص أو الشيء الذي يذبح. ففداه الله سبحانه وتعالى بهذا الذبح العظيم الذي هو الإمام الحسين. الإمام الحسين أيضا كان يعلم بأنه يقتل، لكن ضحى بكل شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأنه رأى أن الإسلام يحرف لولا أن يقوم. ومن بعد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا لا يتمكنون من التحريف الكثير. لماذا؟
لأن الإمام الحسين في حياته وباستشهاده قاوم ثم صار أسوة، لأن الخطر كان يهدد الإسلام أيضا، الخطر كان يهدد الإسلام أيضا كما هدد اليهودية والنصرانية. جاء بعض الناس حرفوا اليهودية، حرفوا النصرانية، ووردت آيات كثيرة في القرآن الكريم في ذم هؤلاء الذين حرفوا الدين. هذا الخطر أيضا كان في الإسلام موجود، كانوا يحرفون، أرادوا تحريف الكتاب، أرادوا تحريف السنة، ووضعوا أحاديث كثيرة عن لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكاد الدين أن ينحرف كاملا كما حرفت اليهودية أو النصرانية. فبقيام الإمام الحسين وباستشهاده صار مانع وحاجز عن المحرفين. دائما حينما كانوا يريدون أن يحرفوا الإسلام، ناس من ذرية الإمام الحسين أو من أتباع الإمام الحسين كانوا يقومون بوجه الظلم والطغيان، لأن الحسين تحول إلى أسوة، فنفس سلاطين الجور دائما كانوا يخافون من التحريف. إذا كانوا يحرفون قليلا يواجهون بمقاومة، لأن الإنسان إذا حرف ولم يواجه بمقاومة بالتدريج هذا التحريف بعد مرور سنوات وبعد مرور أجيال الناس يتصورونه هو الحق، كما أن اليهود في هذا اليوم والنصارى في هذا اليوم كثير منهم يتصورون أن من النصارى أن عيسى ابن الله، يتصورون حقيقة، وكذلك اليهود كثير منهم يتصورون أنهم شعب الله المختار، لأن التحريف في البداية قد يكون واضحا ولكن بمرور الأجيال يصبح حقيقة ثابتة. فالإمام الحسين عندما قام بثورته وبقيامه تمكن من وقف هذا التحريف، ولهذا سلاطين الجور إلى يومنا هذا يحاربون الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، يقصفون قبة الإمام الحسين، يقتلون من في حرم الإمام الحسين، يمنعون الزوار عن زيارته. لماذا؟ لأنه الأسوة، يريدون التحريف لكن الإمام الحسين فضحهم، فيحاولون إطفاء هذا النور، ولكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كان مثالا متجسدا للخير والعطاء، فهو مصباح. الرسول يقول إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة، ليس هو المصباح فقط، لأن الإنسان قد يرى طريقه، قد يرى المصباح لكن لا يتمكن من الاستفادة من هذا المصباح. والرسول يكمل وسفينة نجاة، مو فقط مصباح يريك الطريق الصحيح، بل هو السفينة الذي إذا ركبتها نجوت. وفي دعاء شعبان أيضا نقرأ بالنسبة إلى الأئمة أنهم سفن النجاة، كلنا سفن النجاة لكن سفينة الحسين أسرع، وسبب سرعتها واضح، لأن القضية قضية الإمام الحسين اختلط العقل بالعاطفة، فتحرك الناس أسرع من تحريك الناس بالعقل فقط. فعلى كل حال الإمام الحسين مصباح وسفينة ينبغي علينا أن نتبعه، إذا لم نتبعه هو لا يتضرر، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه من المقام والمنزلة بما لا يحتاج إلينا إطلاقا، ولكن إذا اتبعناه نحن الذين نستفيد. في تاريخ الإسلام نرى أن هناك كثير من الناس جاءوا ليحرفوا، لكن لأن هذا المصباح كان قويا الناس التفوا حول هذا المصباح وقارعوهم، ولهذا
إلى يومنا هذا كما تنبأت السيدة زينب سلام الله عليها، ولتجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في طمسه فلا يزداد إلا علوا وارتفاعا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى.